محمد حسين جرير عضو الهيئة الإدارية لنقابة قضاة المنسيين. إذا البارح اجتمع وفد عن نقابة القضاة ووفد عن اتحاد قضاة دائرة المحاسبات مع رئيس الحكومة، وتم التفاوض لحدود ساعة يعني متأخرة من الليل، وتم مبدئيا التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، اتفاق نعتبره معناها جدي إلى حد الآن، ويستجيب لتطلعات القضاة ويستجيب خاصة لطول فترة الإضراب التي شنها القضاة، وبعد قليل سيتم إمضاؤه مبدئيا، وقدرة ربي انتهت الأزمة التي يعيشها القضاء. يتبقى يعني بالنسبه تويك للسادة كتبت المحاكم هو مضربين، زاد احنا كنقابه قضاه تونسيين نتمناو انهم يلقاو حل للاشكال نتاعهم ويستجيبوا لطلباتهم في اقرب وقت حتى يعود العمل معناها اللي يصير في نشاط. والله مش حكايه هذا صحيح، احنا قلنا حتى في تصريحات قبل قلنا معناها الاتفاق السابق ما حسيناش فيه يعني جديه وما حسيناهوش يعني يستجيب لتطلعات القضاه. المره ذي حسينا وعي من الحكومه، حسينا يعني انه الحكومه يعني عرفت اللي راهو ازمه القضاء لازمها تتوقف، حسينا صدق في التعامل و